من سفر المزامير، مزمور لداود. يا رب، من يقيم في خيمتك ومن يسكن في جبل قدسك، السالك طريق الكمال وفاعل البر والمتكلم من قلبه بالحق، من بلسانه لا يختاب وبصاحبه لا يصنع شرا وبقريبه لا ينزل عارا، الرذيل حقير في نظره، ومن يتقون الرب يكرمهم، وإن أقسم مضطرا بنفسه لم يخلف، لا يقرض بالربا فضته ولا يقبل على البريء الرشوة، فمن عمل بذلك لا يتزعزع للأبد. كلام الرب. من الرسالة إلى العبرانيين. وهكذا نسخت الوصية السابقة لضعفها وقلة فائدتها، فالشريعة لم تبلغ شيئا إلى الكمال، وأدخل رجاء أفضل نتقرب به إلى الله. وبقدر ما لم يحدث ذلك بلا يمين، فإن أولئك صاروا كهنة بلا يمين. وأما هذا فبيمين من الذي قال له: أقسم الرب ولن يندم إنك كاهن للأبد. صار يسوع كفيل عهد أفضل. أولئك الكهنة كان يصير منهم عدد كثير، لأن الموت يحول دون بقائهم. وأما هذا فلأنه لا يزول له كهنوت فريد، فهو لذلك قادر على أن يخلص الذين يتقربون به إلى الله خلاصا تاما، لأنه حي دائما أبدا ليشفع لهم. فهذا هو عظيم الكهنة الذي يلائمنا، قدوس بريء نقي ومنفصل عن الخاطئين، جعل أعلى من السماوات. لا حاجة به إلى أن يقرب كعظماء الكهنة كل يوم ذبائح لخطاياه أولا ثم لخطايا الشعب، لأنه فعل ذلك مرة واحدة حين قرب نفسه. إن الشريعة تقيم أناسا ضعفاء عظماء كهنة، أما كلام اليمين الآتي بعد الشريعة فيقيم ابنا جعل كاملا للأبد. ورأس الكلام في هذا الحديث إن لنا عظيم كهنة، هذا هو شأنه، جلس عن يمين عرش الجلال في السماوات، خادما للقدس والخيمة الحقيقية التي نصبها الرب لا إنسان. والمجد لله دائما. والمجد لله دائما. من إنجيل القديس يوحنا. فأنتم أيضا تحزنون الآن، ولكني سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم، وما من أحد يسلبكم هذا الفرح. وفي ذلك اليوم لا تسألونني عن شيء. الحق الحق أقول لكم، إن سألتم الآب شيئا باسمي أعطاكم إياه. حتى الآن لم تسألوا شيئا باسمي، اسألوا تنالوا فيكون فرحكم تاما. قلت لكم هذه الأشياء بالأمثال، تأتي ساعة لا أكلمكم فيها بالأمثال، بل أخبركم عن الآب بكلام صريح. في ذلك اليوم تسألون باسمي، ولا أقول لكم إني سأدعو الآب لكم، فإن الآب نفسه يحبكم لأنكم أحببتموني وآمنتم أني خرجت من لدن الله. خرجت من لدن الآب وأتيت إلى العالم، أما الآن فإني أترك العالم وأمضي إلى الآب. فقال تلاميذه: ها إنك تتكلم الآن كلاما صريحا ولا تضرب مثلا، الآن عرفنا أنك تعلم كل شيء، لا تحتاج إلى من يسألك، فلذلك نؤمن بأنك خرجت من الله. أجابهم يسوع: الآن تؤمنون؟ ها هي ذي ساعة آتية، بل قد أتت، فيها تتفرقون فيذهب كل واحد في سبيله، وتتركوني وحدي، ولست وحدي فإن الآب معي. قلت لكم هذه الأشياء ليكون لكم بي السلام. تعانون الشدة في العالم، ولكن ثقوا إني قد غلبت العالم. كلام الرب.